العودة إلى آخر التطورات على طلب مدعي الجناية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في حماس أيضا. وفي خبر عاجل ورد قبل قليل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن أوامر الاعتقال المطلوب إصدارها في الجناية الدولية ليست مفيدة ولن تساعد في تحقيق وقف القتال. من القدس ينضم إلينا الباحث السياسي يوني بن مناحم. أهلا بك سيد يوني، وأريد أن أبدأ معك. يعني هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن أحد المسؤولين أن مذكرات الاعتقال وإن صدرت لن تؤثر على سير المعركة في قطاع غزة، لكن ما التأثير لها إذن في الداخل الإسرائيلي؟ بالعكس، أنا أعتقد بأن هذا القرار والطلب المدعي دولي لأوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وحد ويوحد الشارع الإسرائيلي، وكما تقول مصادر عليا في القدس هذا لن يؤثر على الحرب الجارية في قطاع غزة، ممكن أن يكثف الحرب في القطاع ويشدد الموقف الإسرائيلي لحسم المعركة وإسقاط حكم حماس في القطاع، وليس باتجاه الذهاب إلى هدنة إلى وقف إطلاق النار، فالنتائج ستكون عكسية. سابقا حذر وزير الخارجية بلينكن القادة في إسرائيل من العزلة الدولية في حال يعني استمرت هذه الحرب واستمر استهداف المدنيين. اليوم وبعد إصدار هذا القرار وتجاهله من قبل القادة الإسرائيليين، هل يمكن أن يعني تذهب إسرائيل في هذا المنحنى العزلة الدولية كما أسماها وزير الخارجية بلينكن سابقا؟ إحنا لا نتطرق بجدية لتصريحات بلينكن، وليس في هناك قرار، في هناك طلب إلى مدعي العام الدولي كريم خان من المحكمة، ليس هناك قرار للمحكمة بعد، وفي هناك درت دولي وسيكون هناك درت دولي على المحكمة الجنائية الدولية بعدم إصدار هذه الأوامر في عدد من الدول الأوروبية التي تعارض هذا الطلب من المحكمة، ولم نسمع بعض الموقف الأمريكي. هل تراهن يعني إسرائيل اليوم على يعني عدم إصدار هذه المذكرة من قبل المحكمة العدل الدولية بهذه الضغوط الدولية؟ لا، تراهن على ذلك. إسرائيل تراهن على نفسها فقط، وهي كما قال رئيس الوزراء نتنياهو، إذا ستكون هناك حاجة فهو سيقاتل بعظافره، هيك قال. ولذلك أنا أعتقد بأن الشارع الإسرائيلي اليوم هو موحد، لأنه هذا شيء غير معقول أن يكون رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع على نفس المستوى مع جناح قيادة الجناح العسكري لحركة حماس، هي التي اعتادت على إسرائيل في السابق من أكتوبر وبدأت بمجزرة بشعة داخل الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي هذا الطلب من المدعي الدولي هو مرفوض تماما من جميع أنحاء المجتمع الإسرائيلي. طيب ابقى معي سيد يوني، وسنتابع مشاهدينا يعني لقطات مباشرة من إسرائيل وأمام الكنيسة الإسرائيلي، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب والذهاب إلى هدنة ومفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. إذن هي لقطات مباشرة من أمام الكنيسة الإسرائيلي، حيث من المفترض أن يجتمع اليوم الكنيسة الإسرائيلي مشاهدينا بطلب من نتنياهو لطلب أعضاء الكنيسة في التوقيع على وثيقة تدين ما صدر من محكمة العدل الدولية من مذكرات اعتقال. هذه المظاهرات التي شاهدناها الآن هي تطالب بوقف الحرب وتدعو إلى التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن. وأعود إلى ضيفي الباحث السياسي يوني بن مناحم أيضا لنستمع لتعليقك سيد يوني يعني على هذه المظاهرات التي تتواجد الآن أمام الكنيسة الإسرائيلية.
هذه المظاهرات هي جزء ضئيل جدا من المجتمع الإسرائيلي، وحسب استطلاعات الرأي العام في إسرائيل معظم الجمهور في إسرائيل يؤيد استمرار الحرب في قطاع غزة من أجل إسقاط حكم حماس وإطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين. الجديد اليوم إنه في هناك المعارضين نتنياهو من فترة الإصلاحات القضائية قبل الحرب في قطاع غزة انضموا اليوم إلى عائلات المخطوفين، والهدف هو هدف سياسي بإسقاط حكم نتنياهو وليس بوقف الحرب. هم يريدون إسقاط نتنياهو كما كان الوضع قبل الحرب. طيب اليوم سيجتمع، يعني بحسب ما تقول القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو سيجتمع مع أعضاء الكنيست ويسعى للحصول على توقيع 120 عضوا يدين هذا القرار. هذه الخطوة ما التأثير المرتقب لها؟ ليس هناك أي تأثير، هذا إجراء داخلي في إسرائيل لتوحيد الصفوف بين جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي ضد هذا القرار. وحتى رؤساء المعارضة الإسرائيلية بيني جانس ويائير لبيد شجبوا بشدة هذا القرار للمضي العام الدولي. وكما قلت لك هذه المذكرات الاعتقال هي وحدت الشارع الإسرائيلي. طيب يعني في ظل الحديث عن توحد الصف وفي إسرائيل، كان هناك وما زال مشاكل في مجلس الحرب الإسرائيلي، وخاصة ما بين نتنياهو وجالنت وجانتس. يعني هذا الانقسام وهذا الاختلاف ما مصيره اليوم بعد مثل هذه المذكرات؟ كما تعرف الوزير بيني جانتس هدد نتنياهو قبل عدة أيام وقدم خطة، وطلب نتنياهو اتحاد القرارات حتى الثامن من الشهر المقبل. ولكن هذا الأوضاع، يعني هذه إصدار مذكرات الاعتقال، هذا قد يغير الوضع. وفي هناك توقعات بأن بيني جانتس يتراجع عن هذا التهديد وعن هذا القرار، لأنه هذا لا يخدم مصالح إسرائيل والموقف اليوم. وهذا سيتبين خلال الأيام القليلة القادمة بأن المعارضة والحكومة ستذهبان باتجاه توحيد الصف وليس الانفصال والخلافات. لكن أيضا القناة 12 الإسرائيلية أو أظهرت بعض الأخبار التي تشير إلى أيضا معارضة جالنت للسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك لنقص في من الجنود الإسرائيليين. يعني حتى على مستوى الجيش الإسرائيلي هناك أيضا معارضة كبيرة لبعض القرارات التي يتبناها نتنياهو. وزير الدفاع في إسرائيل هو وزير، هو ليس صاحب القرار، مع كل الاحترام. صاحب القرار هو المجلس الأمني، مجلس الحرب. وحتى هذه اللحظة كل القرارات بالنسبة للحرب واستمرار الحرب والمعركة في منطقة رفح كانت بقرار مجلس الحرب وليس من وزير الدفاع جالنت، وبالتالي المفروض أنه سيلتزم بقرارات المجلس الحرب، وليس هذه ليس قرارات شخصية. طيب تحدثت على بيني جانتس، بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أيام تحدثت على أنه قد ينسحب من هذا المجلس، مجلس الحرب والمجلس الأمني، ومن ثم سينضم إلى صفوف المظاهرات والمعارضة ويطالب بالتوصل إلى هدنة. كل شيء ممكن كما قلت لك، لكن مثل هذا السيناريو إذا حدث كيف سيكون تأثيره؟ هنا السؤال يعني سيديوني، أنا أقدر على المقاطعة. لن يكون هناك أي تغيير، أنتوا عليكم أن تفهموا أن صاحب القرار في دولة إسرائيل هو نتنياهو، وهو لدي الأغلبية في مجلس الحرب ويستطيع أن يتحد أي قرار يريده. لكن وأيضا إسرائيل دائما تصدر، نعم أنا فقط يعني أريد أن أوضح للمشاهد فقط أكمل الجملة، ليس فقط عنده الأغلبية في مجلس الحرب، أيضا الأغلبية في البرلمان 64 مقعد، ولذلك ليس هناك أي خطر بإسقاط حكومة نتنياهو.
تفضل. طيب جميل هذا الحديث، لديه الأغلبية في البرلمان، لديه الأغلبية، لكن هناك دائما ما تصدر إسرائيل نفسها على أنها الدولة الديمقراطية. كيف نتحدث عن دولة ديمقراطية واليوم نتحدث على أن نتنياهو هو الأمر والناهي في إسرائيل؟ اليوم المظاهرات في إسرائيل تزداد يعني بشكل دائم، والمظاهرات نشاهدها دائما عبر الشاشات بإزدياد تطالب. لا هذا غير صحيح، هي لا تزداد. هي لا تزداد، هذه هي المبالغة في تقارير الصحفية، هي من قنوات التلفزيون التي تعارض نتنياهو ودائما كانت تمثل المعارضة. ولكن إذا تنظر إلى استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية، فالأغلبية كما قلت لك، الأغلبية في الشارع الإسرائيلي تؤيد الاستمرار في الحرب، ليس حبا في نتنياهو. إحنا سنحاسب، الشعب الإسرائيلي سيحاسب نتنياهو بعد انتهاء الحرب على الإحفاق الكبير الذي حصل في 7 من أكتوبر، ولكن ما قامت به حركة حماس من المجزرة البشعة في 7 من أكتوبر، هذا وحد الشارع الإسرائيلي بضرورة تدمير البنية العسكرية لحركة حماس في القطاع، لكي لا تشكل بالمستقبل تهديدا على سلامة المواطنين في إسرائيل. هذا هو الموضوع، ليس نتنياهو. طيب تحدثت على استطلاعات الرأي، ونحن شاهدنا استطلاعات رأي عرضت على وسائل الإعلام الإسرائيلية تظهر تدني يعني مستويات التصويت لنتنياهو مقابل طبعا بيني جانس. أنا لا أعتقد على الأمور الشخصية من هو الملائم لكي يكون في المستقبل رئيس الوزراء. أنا أتحدث على استطلاعات الرأي العام التي كان هناك سؤال واضح، هل تؤيد استمرار الحرب تحت حتى إسكات حكم حماس أم لا؟ وفي هذا السؤال الأغلبية في إسرائيل هي تؤيد استمرار الحرب حتى الحصول على هذا الهدف. أنا أتكلم عن هذا الموضوع. جميل، ما الذي تتوقعه إسرائيل اليوم من واشنطن، الحليف الأقرب إليها، بعد قرار محكمة العدل الدولية أو طلبها بإصدار مذكرة اعتقال؟ المطلوب من الولايات المتحدة يعني التوقعات أن يقوم الرئيس بايدن بنفس الخطوات التي قام بها في الماضي الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة الدولية مما أدى إلى إلغاء الخطوات القضائية التي كانت تنوي المحكمة الجنائية اتحادها بحق الأمريكيين. فهذا هو المتوقع من جو بايدن، ولكن السؤال هو إذا بسبب الانتخابات المرتقبة في شهر نوفمبر هل فعلا سيلجأ بايدن إلى مثل هذا الإجراء؟ هذا سؤال كبير وليس هناك جواب. أيضا هناك سؤال آخر يعني يمكن أن يطرح في مثل هذا الموقف سيد يوني، وهو أن هناك أيضا خلافات ما بين نتنياهو وبايدن، يعني في عدم توافق على عدة أمور. نعم، الخلافات دائما كانت موجودة بين الرؤساء الأمريكيين وبين رؤساء الوزراء في إسرائيل، هذا ليس شيء جديد. إسرائيل هي دولة مستقلة، هي ليس جو ولاية من الولايات الأمريكية، هي دولة مستقلة وهي لا تأخذ الأوامر يعني من الولايات المتحدة. في هناك تنسيق تام في أمور مختلفة، ولكن أيضا في هناك خلافات. فبالتالي الرئيس بايدن تعهد قبل أسبوعين بضمان سلامة إسرائيل وأمنها والحفاظ على دولة إسرائيل، وتوقعات اليوم في القدس أن يلتزم الرئيس بايدن بالوعودات الذي قالها بصورة واضحة. طيب يعني اليوم بعض المسؤولين العسكريين في إسرائيل يصرح لأحد الوسائل الإعلام يقول أن العملية العسكرية في رفح، وهي اليوم باتت منطقة بنظر الخبراء العسكريين في إسرائيل تحتوي على منصات إطلاق صواريخ وبنية تحتية عسكرية لم يعني يتم هدمها بعد، لربما قد تمتد إلى أكتوبر من عام 2024. في ظل الحديث عن استمرار العملية العسكرية في رفح لهذا الوقت، هناك مطالب أوروبية بوقف هذه العملية في رفح ومطالب أممية بهذا الأمر. اليوم كل هذه القرارات قد تقود إلى عزلة إسرائيل إذا ما استمرت في عملية رفح، فهنا ما خيارات إسرائيل للتعامل مع كل هذه السيناريوهات؟ إسرائيل معزولة من بداية الحرب وهذا شيء واضح، يعني
ويعني إذا تنظر إلى تاريخ إسرائيل دائما كانت هناك مشاكل بين إسرائيل وبين الأمم المتحدة التي هي منحازة لصالح أعداء إسرائيل. هذا ليس شيء جديد. المهم اليوم بالنسبة لإسرائيل أن تنتصر في هذه الحرب وتدمر البنية العسكرية التحتية لحماس، ولكن جزاء سيد في المعركة في رفح هناك جزاء. تسمح لي، الاتحاد الأوروبي ولربما تابعت قبل أيام صدر البيان المشترك الذي طالب بوقف العمليات العسكرية، وكان أعضاء من الاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على هذا البيان المشترك الذي طلب إسرائيل بالانسحاب ووقف العملية في رفح. إذا تنظر إلى أرشيف الاتحاد الأوروبي ستجد آلاف القرارات منذ قيام دولة إسرائيل بهذا الأسلوب، وهذا القرار أيضا سيدخل أرشيف الاتحاد الأوروبي. إسرائيل اليوم تنظر إلى المصالح الأمنية والبقاء في هذه المنطقة والانتصار في الحرب وتدمير البنية العسكرية لحماس، ولا تهمها هذه البيانات التي هي ليس جديدة. طيب ابقى معي سيد يوني. في هذا السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فضيحة ولا يختلف عن مهاجم الضحايا 7 أكتوبر. وأيضا في سياق ردود الفعل على طلب مدعي الجنائية الدولية، حتى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية واصفا إياها بالمعادية للسامية، كما طلب نتنياهو بتكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق الهزيمة الساحقة بحماس على حد قوله. بينما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلاير سموتريتش الدول الصديقة لإسرائيل إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية حسب قوله. نرجع نعود لضيفي من القدس الباحث السياسي يوني بن مناحم. سيد يوني، يعني غرفة حرب خاصة لمواجهة هذا التحرك من الجنائية الدولية، كيف يمكن يعني قراءة ذلك أو هذه الخطوة من الخارجية الإسرائيلية، وماذا نقصد هنا بغرفة حرب خاصة؟ ماذا تمتلك إسرائيل لمواجهة هذا التحرك؟ هذه تقارير صحفية مبالغ فيها، ليس غرفة حرب ولا شيء من هذا النوع. في هناك وزارة الخارجية الإسرائيلية هي تقوم باتصالات مكثفة مع، كما قلت لك، مع عدة دول، مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لإقناع الزعماء في هذه الدول بمعارضة هذا الإجراء بإصدار مذكرات الاعتقال. هذا هو المقصود في غرفة الحرب. هذا كلام، يعني هذا المصطلح لا أعتقد بأنه هو يدل على جدية. في هناك مصايد دبلوماسية مكثفة، هذا هو المقصود. طيب أيضا يعني كان من الملفت رد فعل الوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بتجاهل ما جاء في المحكمة الجنائية الدولية والاستمرار في هذه الحرب حتى إلحاق الهزيمة الساحقة بحماس على حد قوله. يعني مثل هذا الرد أيضا لربما يعرضه البعض في إسرائيل المعارضين لاستمرار هذه الحرب هنا، يعني كيف سيتعامل نتنياهو مع مثل هذه السيناريوهات؟ هذه تصريحات بن غفير هي ليس، يعني تصريحات استفزازية لا تمثل الموقف الإسرائيلي. هو يمثل نفسه فقط والحزب الذي يترأسه، ولكن كما قلت لك القرارات في إسرائيل تصدر عن طريق المجلس الحرب، وهي ستكون قرارات متزنة بعد تفكير وتقدير الموقف وليس حسب تصريحات بن غفير. طيب اليوم برأيك لماذا يتهم نتنياهو بمحاولة التهرب من التوصل إلى المفاوضات، وخاصة يعني بعد ما حدث مؤخرا من الحديث عن تقرب وجهة النظر في المفاوضات، ولكن إسرائيل لم توافق أو نتنياهو كان معارض لمثل هذه المفاوضات أو هذا الاتفاق التي تم التوصل إليه؟ لا يتم التوصل لأي اتفاق. كان هناك اقتراح لحماس وإسرائيل رفضته، والموقف لحركة حماس إذا تنظر إلى بداية المفاوضات من السابع من أكتوبر حتى هذه اللحظة، المطلب الرئيسي لحماس هو
وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع أنحاء قطاع غزة، وهذا غير مقبول، هذا خط أحمر إسرائيلي. وبالتالي نتنياهو يقول بأن ليس هناك أي فائدة من الاستمرار بهذه المفاوضات ما لم تغير حركة حماس هذا الشرط، وحماس تصير على هذا الشرط، وبالتالي إحنا موجودين في طريق مسدود، ليس هناك موافقة وليس هناك اتفاق. المشكلة هي الشرط الحمساوي الذي لم يتغير حتى هذه اللحظة. واضح، شكرا لك من القدس الباحث السياسي نبيل منحم على جميع هذه القراءات.